لقد تم الشروع اليوم في بدء الامتحانات الإشهادية للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، وقد مرت عملية الإجراف اليوم الأول في ظروف حسنة، لقيت استحسان التلاميذ والآباء، وقد كانت لجمعية الآباء دور أساسي في إنجاح هذا اليوم الأول بتوفير جميع الظروف اللوجستيكية لإنجاح ظروف التمرير، كما أن عملية الإجراء داخل الأقسام مرت في ظروف جيدة ولم يتم تسجيل أي غياب في صفوف التلاميذ ولا أي حالة غش. إذن الأمور مرت على أحسن ما يرام.